مشاهدينا الكرام أو في روتانيا الأولى مساء نورة أهلا وسهلا بكم نهاية أسبوع تميزت بارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة ولي تقريبا تجاوزت معدلات عاديه الفتره هذه مع تدفق رياح من القطاع الجنوبي على مستوى الطبقات السفلى للغلاف الجوي اليوم تقريبا الارقام تراوحت من 34 ل 38 درجه بالمناطق الساحليه اليوم وصلت 38 بتونس العاصمه كانت من بين 38 ل 43 درجه داخل البلاد مع ظهور شيلي محليا كما نلاحظوا من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي اهم ميز حاله سماء ظهور سحب عامه قليله باغلب الجهات ليله يتواصل طقس إلى قليل سحب باغلب المناطق تقريبا درجات الحراره تتراوح 26 إلى 30 درجة وتصل محليا إلى 33 ببعض مناطق الجنوب يوم الغد إن شاء الله تتواصل درجة حرارة مرتفعة بأغلب المناطق وتطلب جانب من التأهب واليقظة تقريبا حرارة القصوى تصل إلى 39 بزغوان نتوقع 37 بتونس العاصمة وبنابل أقل ببنزرت 36 درجة 38 بباجة وبجندوبة 39 بسليانة وبالكاف بمناطق الوسط تصل إلى 42 بالقيروان بجهة الساحل سوسة والمنسير 36 34 بالمهدية نتوقعوا 40 بسيدي بوزيد 38 بالقصرين وبصفاقس بمناطق الجنوب أيضا بجابس 40 41 بمدنين 40 بتطاوين برمادة وبأقصى الجنوب نتوقعوا 42 بقبلي وبتوزر وبقفسة حرارة قصوى تصل إلى 40 ممكن ظهور سحب قليلة بأغلب مناطق البلاد واللي تتكثف تدريجيا بعد ظهور بالمرتفعات الغربية وتكون مؤقتا رعدية بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسواحلنا الشمالية منطقتي سيرات وخليج تونس تكون شمالية غربية سرعتها من 20 إلى 5 20 عقده والبحر يكون مضطربا بخليج حمامات وبجهه الساحل، ريح تكون من القطاع الجنوبي جنوبيه غربيه الى جنوبيه شرقيه سرعتها من 15 الى 20 عقده والبحر يكون هادئ وقليل الاثراب بمنطقتي الشابه وجربه وصولا الى جرجيس، ريح تكون جنوبيه شرقيه الى جنوبيه غربيه سرعتها من 10 الى 20 عقده ما يعادل 20 الى 40 كيلومتر في الساعه والبحر يتواصل هادئ وقليل الاثراب، كالعاده نعطيكم فكره حول الوضع الجوي ببعض المدن والعواصم العربيه والاوروبيه بنقشة سحب قليله وحدود 30 درجه سماء, سماء صافية بالدار البيضاء وبريبا 29 نتوقع 31 بالجزائر 33 بطرابلس سحب عابرة 38 بالقاهرة وبالبقاع المقدسة حرارة مرتفعة تصل الى 46 بالمدينة المنورة وبمكة المكرمة تقريبا في مستويات 39 درجة بالدوحة 43 44 بأبو ظبي 48 بالكويت حرارة مرتفعة 42 بدمشق بيروت 32 38 بعمان سماء صافية ببغداد مع حرارة مرتفعة تصل الى 49 وبالقدس الشريف طقس في استقرار والحرارة تصل الى 34 درجة. درجة. حالة الطقس ببعض المدن الأوروبية بإسطنبول 33 29 بموسكو 39 بأثينا سماء صافية 27 بفيينا أمطار بأمستردام 21 درجة روما 33 23 ببرلين وطقس ممطر بكوبنهاجن مع حرارة معتدلة تصل إلى مستويات 20 درجة بلندن 18 مع أمتار 25 بباريس 22 بستوكهولم بعض السحب بجنيف 25 درجة بروكسل 23 طقس مغيم بمارسيليا 21 درجة سماء صافية بمدريد 36 وطقس في استقرار بلشبونة والحرارة تصل الى 27 درجه تطور الوضع الجوي بالنسبه لأيام القيادة القادمة يوم الثلاثاء رياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال وبالوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل ضعيفه الى معتدله داخل البلاد البحر يكون مضطرب بالشمال قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقيه تقريبا مع تدفق رياح شماليه درجات حراره تعرف تراجع نسبي نتوقع الحراره القصوى تتراوح من 30 الى 35 درجه بالشمال بالمناطق الساحليه وحتى بالمرتفعات تكون من بين من بين عفوا الى 42 درجه ببقيه مناطق البلاد وممكن ظهور سحب قليله باغلب الجهات يوم الاربعاء يتواصل تدفق الرياح من القطاع الشمالي بالشمال وبالوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفه الى معتده اقصى سرعات 40 كم في الساعه قرب السواحل البحر يكون قليل الاضطراب فمضطرب بكافه مجالاتنا البحريه تقصى في قليل سحب باغلب المناطق ودرجه حراره تعرف انخفاض طفيف مواعيد الشروق والغروب ليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة الخامسة و25 دقيقة غروبها في الساعة السابعة و26 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn تبعثوا رساليات قصيرة ولا تصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 4 أصفار قبل ما ندعوكم كما تعرفوا مع ارتفاع درجات الحرارة يكثر استعمال الكليماتيزور واللي ينتج عنه استهلاك للضوء تنصح حرفائها الكرام باش يعدوا تجارة على 26 درجه ويتجنبوا استعمال الالات الكهرومنزليه كما السشوار الحديد والات الغزيل تقريبا من 11 الصباح حتى الثلاثه نتاع العشيه وهكا يوصل الضوء للناس الكل الطاقه للجميع فلنحافظ عليها هكا نكون وصلنا لخاتمه نشرتنا مشاهده طيبه لبقيه برامج الوطنيه الاولى والى اللقاء